لا لا مش من هنا، بص من الحته دي من ورا، لا سالكه من هنا اكتر. طب النار اللي جوه النار من الحرميه، حد يقول لك من الحرميه. اقفل 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 اقفل. لا ما دوله، وقف القطر بقى معايا يا جدعان، وقف القطر ده، شاوروا معايا بايديكم كله، شاور. لا ده اللي بيروح ويرجع، ده عشان نروح مصيبه اكتر من المصايب اللي احنا فيها. يخرب بيت ام السكه الحديد. الناس جايه من يا عم، تعالى هم قطعوا خط الغاز والكهرباء والغاز الطبيعي بتاع المنطقه بس، والبترول البترول اتقطع خلاص. انا لسه مكلم نبيل رئيس الهيئه، اتصل بشركه الغاز، قطعوا الغاز وقطعوا الميه، قطعوا الغاز يا زفت والخط البترول اللي ماشي تحت. ما النفع ده في خط بترول ماشي. ايوه ايوه هو اللي مولع تحت ده. هما كده محتاجين طياره هليكوبتر. المطار بتاع الشواميه، المطار المهم. هاتوا من هنا، هاتوا من هنا يا رجاله، هاتوا من فوق من هنا عشان على مهلك عشان الطياره معاهم. على مالك بس، خلي بالك خلي بالك بس شويه ضرب هنا عشان الموتور. يلا يا عم خش، سيب يا عم قول افتح المايه. رجاله رجاله، عاش عاش. يلا يا عم خليه يجي لك من هنا، من جوه بقى. لا لا هنا في باب لسه عندك؟ اه شد من عندك. يا نهار اسود النايم، قاعدين قاعدين من تحت. ديب يفتح المايه، قولوا له يفتح المايه. يا جدعان البيوت اللي جوه دي حد ساكن هنا؟ لا والله ما في ولا عسكري جوه ولا حتى صابر. هيجوا دلوقتي، بس اهم حاجه ان الخطوط اتقفلت. المهم احنا نطفيها، الخطوط اتقفلت خلاص، الخط بتاع الغاز اتقفل والسولار قفلته. اه دفع. اهم حاجه قفل عشان ما يفرقعوش. وادينا خط الكل ده من تحت، قلنا نقفله. لسه النار ماسكه ده؟ انا كلمتهم قطعوا الغاز بتاع السولار والخط بتاع الغاز والكهرباء، بس احنا عايزين نخلي الناس اللي جوه تجي يعني ينزلوا من البيوت، لا ما نضمنش برضه. لا ما تخافش خلاص، امال خلاص المطر شغال وفي كمان واحده جايه من على السور. يعني ايه حاجه ترمي تحت بشاره تتفرج؟ حاجه ايه ده؟ ده خط ده قرار مفوت بنت شمس، بيت بيرمي على الارض. بيرمي ايه ده؟ ده من الاول اللي ولع كده النار، يقطع يجيب من هنا لهنا. ماشي طب واحد واقف بس وبالنا، طب تعالى واحد مثلا قطر واقف. هو في قطر تحت؟ طيب يا ريس لا لا قطر واقف هناك الناحيه الثانيه. ما ينفعش قطر، مش القصد يعني، كان في قطر وحاجه اتصابت منه. قطر بضاعه محمل، يعني هو في تسريب حصل من قطر بضاعه مثلا؟ تخش بقى القطر، القطر بضاعه جيب هنا يا باشمهندس، القطر بضاعه جيب هنا. هو افضل يقطع الخرطوم، هيقطع الخرطوم ابن الكلب الديون ده. القطر استنى على سنه بقى كده، القطر هيجيب من الناحيه الثانيه. ده شغل ده، القطر هيجيب من الناحيه الثانيه دي. ده شغل حوالين يا سيدي. القطر اللي جاي يا مدام مراد الزمن. والقطر عمره ما يجيب الناحيه الثانيه القطر، يقول لك هيجيب القطر. حد يقف هنا يا جماعه. هتقف ده في قطر اللي هو بتاع الوجه بحر ده، هتقف ازاي ده؟ يقف يا عم، يقف بتاع كده. بص فيه. وفي قطر جاي اهو.
وفي قطر جاي اهو. خلاص يا حبيبي. كله شاور من بعيد يا جدعان، انزلوا شاور معانا. انزلوا يا جماعه انزلوا. وقفوه. صمه يقف ايه يعني؟ المفروض ما نتحط اصل انت كده هتقطع خط، ما هتفصل مصر نصين. هيوقف بقى عشان الدنيا بقى ممكن الدنيا تضيق. النبع التناول الثالث لحد الكوبري اللي هناك، ده النبع بتاع الشرعيه. النبع كله لحد الكوبري لحد جبل خليفه كمان، هو تقريبا كان في قرار مفوت ترمي ولع على طوالي بعرض السيف. ايوه جامد احمد حلمي للشباب يا ابني سيبه مش جاي انا. لا واقف واقف واقف، في واحد واقف برضه هناك. طب بص انت من ده يغلى الفرن يغلى الفرن. الخرطوم ده الخرطوم هيولع الدنيا، الدنيا بتولع. الخرطوم واحد هيعمل ايه؟ عدي وشوف يا ابني العربيه الثانيه جاي. فين العربيه الثانيه؟ هو تخش ازاي العربيه تسع من فوق يا عم؟ اهلنا اللي بتولع. دخل جوه ده رايح فين ده؟ انت مش متضرر من حاجه، اهلنا احنا اللي بتولع. واقف 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 اللي واقف كده روح طف بيه. طف ازاي؟ قلت ايه؟ بس فضيت البيوت. طيب فضيتهم ده مالوش دعوه، بيحدفوا معاهم البيوت. طيب خلوهم بقى اغلبهم السن. ده الراجل قفل ده يا جماعه ان بره قفل. نعم انا بتولع عينيه. قطع خالص قطع خالص. نعم 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 نعم. هو اهم حاجه ان هو قفل مواسير الغاز والسرعه. عايزين عربيات الناحيه الثانيه. بس انا كلمتهم هم الدنيا دول لو واحده ضربت منهم ولا حد يعرف يلم منهم. ده بالسلامه كلهم ضيعوا. فدول انت قفلوا وقفلنا قفلنا الغاز. الغاز الكهرباء هتقطع دلوقتي وكده خط السولار اللي تحت بتاع السكه الحديد قفل. بس كده بس واد القدره وقفت كمان. هو خط الطوالي هيقف كمان. ما وقف هو مد اشارات ايه؟ الراجل ده اشارات ايه؟ الطوالي جاي يا جدعان. الوقت بتاعي يقف. ده مش هيقف يا جدعان. اسحب الخرطوم اسحب الخرطوم. الطوالي جاي قطر الطوالي جاي على الخرطوم كده. مش هيقف الطوالي ما بيقفش. مش هيقفل يا جدعان. مش هيقفل. اسمعوا الكلام. اقفل الميه. خليه يقفل الميه هناك. لا لا خليه شغال قبل ما يجي. ما بيقفش ده يا طوالي اكسبريس. انا عارف بقى. هو الدرج عارف خلاص يا جدعان. هو عليك قفلت السلك كلها. طب واللي جاي هناك ده كله يقف. السلام عليكم. سلامك يا بركات. قافل الاشاره قفلنا كله. اللي قطعت خطوط السولار انا كلمتهم في الهيئه. في خطوط سولار وغاز لازم تتقفل. جاز مش غاز. جاز يعني. لا ومش شركه الجاز كمان. الغاز الطبيعي في مصر مع مرضو. لا هو مش بتاع مش مش يعني. هو خط الصلاه فيها الاول. طب كويس. شركه